كيميكال ديجراديشن مال البنسين هي تشبه او ينطبق عليها مثل ما ينطبق على كثير من البيتا لاكتاز اللي عندها اللاكتام رينج مثلا السيفالس بوينز. خلينا نجي نشوف شنو سبب هذا الكيميكال ديجراديشن اللي يصير بالبنسينز وشبيهات وكثير من شبيهاتها من اللاكتامز. اذا مثل ما تلاحظون ومثل ما شرحنا سابقا البنسينز عندها هاي البيتا لاكتام رينج. هاي البيتا لاكتام رينج هي سايكليك اماند فراح تكون اندر سترين. فلذلك الرياكتيفيتي مال سايكليك مثل ما اذا ما اخذيها لما كنتوا طلاب بالمرحله الثانيه بالهيتروسايكليك كيمستري بال دائما السايكليك كومباوندز او الرينجز راح تكون بيها سترين فذاك الرياكتيفيتي مالتها اعلى من الكاونتر بارتس من المركبات. فذاك راح بسبب هاي الرياكتيفيتي راح تتعرض لديجريديشن ان اسيديك اند بيسيك ميديا. طبعا بالاسيديك ميديا والبيسيك ميديا الميكانيزم تختلف بس هو راح يصير رينج اوبننج من هالمكان راح يصير رينج اوبننج. وانا راح اشرح الديجريديشن مال البنسلين بصوره عامه بس هو تقريبا الكيميكال والانزيماتيك ديجريديشن تقريبا متشابه. راح تلاحظون هو تقريبا متشابه راح اثنيناتهم راح الانزيماتيك يعني بالانزيمز والكيميكال راح يؤدون الى رينج اوبننج من هالمكان وبعدين احتمال يؤدون بعدين احتمال يصير فيردر ديكاربوكسيليشن. فمثلا بالالكلاين ميديا بالالكلاين العفو هو اسيد او الكلاين ميديا راح يصير رينج اوبننج منه راح يتحول الى بنسيلويك اسيد ومثل ما تلاحظون بالانزيماتيك كذلك. بعدين اذا كان هذا البنسيلويك اسيد هو ستيبل بالنيوترال ميديوم اند ان الكلاين ميديا بس بالاسيديك ميديا راح يصير له فيردر ديكاربوكسيليشن. بالاسيديك ميديا هذا المركب البنسيلويك اسيد راح يصير له فيردر هيدروليتيك ديكاربوكسيليشن وتحول الى هذا المركب. طبعا هذا مثل ما تلاحظون هذا الشيء يصير يا اما كيميكالي بالاسيديك او البيسيك ميديا اما انزيماتيكالي. فبس هاي الخطوه هي تصير هاي الخطوه احتمال تصير فقط هاي الخطوه يعادلها اسيديك ميديا. فاذا نرجع طبعا اكو اذر نيوكليوفايلز اذر نيوكليوفايلز يعني احنا مو بس اسيديك ميديا او بيسك ميديا بحقيقه بالبيسك ميديا هم عندنا نيوكليوفايل اللي هو المي والاقوى من عنده اللي هو الاو اتش سالب. الاو اتش سالب هو سترونج نيوكليوفايل وراح يهاجم اللاكتام رينج ويسوي رينج اوبنينج. فلذلك اي نيوكليوفايل راح يؤدي هو هذا الغرض. فاكو اذر نيوكليوفايلز مثلا الهيدروكسيل امينز الالكيل امينز الالكوهولز هذني كلها نيوكليوفايل بسبب عندها الكترون نيجاتيف اتوم اللي هي مثلا الهيدروكسيل امين. عندنا السترونج نيوكليوفايل هو النيتروجين اللي عندها انشر بير اوف الكترون. الالكيل امينز هو كذلك الامين هو النيتروجين الكهول هو الاكسجين. فهاي كلها راح تسوي رينج اوبننج راح تحول الامايد او السايكليك امايد الى كورسبوندينج يعني الهيدروكسيل امين راح يحول الى هيدروكزاميك اسيد. الالكيل امين راح يحول الى امايد. الالكول راح يحول الى استر. يعني اذا نرجع مثلا الكحول هنا راح الكحولات راح تفتح الرينج منه وتحول الى استر. راح يتفاعل الكحول ويا الكربوكسيل يرتبط يصير استر. الامايد راح تفتح منه وتتفاعل ويا الكربونيل العفو الامين راح تتفاعل ويا الكربونيل هاي وتحول الى امايد هنا وهكذا. والهيدروكسيل امين تحول الى هيدروكزاميك اسيد. فهي هذا كلها راح اسوي هي الانكتيف هاي كلها راح اسوي ديجريديشن للبنسينات وراح تحول الى انكتيف كومباوند. ايضا الالرجي فسروها حتى فسرات الالرجي طبعا هي الالرجي الهايبر سنسيتيف تنتج بسبب عده عوامل. يعني لما تشوفون شخص يصير عنده الرجيك تو سبستانس هذا يتبع عده عوامل من ضمنها الموليكولر ويت مال السبستانس والنيتشر مال السبستانس. طبعا كل ما تزداد الموليكولر ويت مال السبستانسز اللي تعرض لها الجسم كل ما تزداد الامينوجينيسيتي واحتماليه الالرجي تزداد. بينما اذا نلاحظ البنسلينات والسيفالسبرونات هي الموليكولر ويت نوعا ما مالتها قليل فلذلك لابد اكو تفسير لهذه الارجينيسيتي مالتها. فلقوا انه بسبب اتحاد البنسلين ويا انتيجينيك بنسلويل بروتينز. هاي هي بروتينات طبعا ان فيفو بروتينات
مثل ما تعرفون البروتينات تحتوي على امينو اسيد، واحده من هاي الامينو اسيد هي اللايسينات. اللايسين هو عده جاما امينو جروب، جاما امينو جروب. ومثل ما تعرفون الامينو جروب هو من اسمه امين، يعني هو هم نيوكليوفايل. فهاي الامينات، هاي العفو، هاي الجاما امين الموجوده باللايسين راح تهاجم، راح تشتغل مثل شغل النيوكليوفاز اللي شرحناها سابقا، وتسوي لنا رينج اوبننج بهالموقع وتحول الى امايد وتتحد وياه وتصير موليكيول واحده، وتتحول الى بيج موليكيول اللي هي سبب الالرجي، سبب الالرجي مال بعض البنسلين والسيفالسبورينات. طبعا انسترونج اسيدك سوليوشن اللي هو بي اتش 3 البنسلين راح يتحول الى عفوا راح يسوي اندرجوز ا كومبلكس سيريز اوف reactions leading to a various inactive degradation products. طبعا هو البرودكت والكورس مال هيدروليسيس يتبع البي اتش، يعني البي اتش هم يتحكم بطبيعه الديجريديشن اللي يصير، لان احنا قلنا الالكلاين يختلف عن الميكانيزم، تختلف عن الاسيديك بالالكلاين، كميكانيزم تختلف عن الميكانيزم بالاسيديك، وايضا البرودكتس ايضا تختلف باختلاف pH. اذا 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 حطينا البنسينات هنا بدنا نحكي على الاكويس سوليوشنز، الاكويس بريبريشنز مال البنسينات اذا حطيناها pH 6 الى 6 من 6 الى 6.8 وكولينج او ريفريجريشن، هذا راح يزيد الاستابيليتي مال هاي البنسينات، لان احنا قلنا البنسينات تصير بيها ديجريديشن باي ووتر باي نيوكليوفايلز، فلذلك راح يزيد الاستابيليتي، الريفريجريشن راح يزيد الاستابيليتي، والبي اتش، هذا البي اتش راح يزيد الاستابيليتي مالتها، نقدر نخزنها لسيفرال ويكس. ف هذا طبعا هذا بسبب انه البنسينات راح تتاثر بالحراره، هذه يعطينا انديكيشن البنسينات تتاثر بالحراره، تتاثر بالنيوكليوفيلز مال المي، فهاي هاي البي اتش والريفريجريشن راح يقلل تاثير هاي العوامل. ايضا البنسلينات تتاثر بالميتال ايونز مثل الزنك والكوبر، فلاحظوا انه الفوسفيت والستريت يقدرون يحمون البنسلينز، لان يعني هم هذين التو ايونز، التو جروبز العفو، الفوسفيت والستريت اذا يستعملوها راح تتحد ويا الميتال ايونز الموجوده مثلا بالبريبريشنز، وراح تحمي البنسلينز من الميتال ايونز اللي هي احتمال تكون موجوده بالبريبريشن او بال 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 يعني السراوندينجز مال البنسلينات. ايضا لقوا انه بعض البنسلينات وحتى السيفالوسبورينات ما يستعملوها اورالي، مثلا البنسلين جي، مثلا هاي في حاله البنسلينات، او بيبراسلين اذا كنا نحكي على نيو بنسلينز، في حاله السيفالوسبورين مثلا سيفتريازون او سيفوتاكزيم، هاي كلها فقط اي في ماكو اورالي. هذا كله بسبب يعني السبب الرئيسي هو طبعا هي احتمال اكو عده اسباب، بس السبب الاهم هو الاسيد كاتالايز ديجريديشن. الاسيد كاتالايز ديجريديشن هو عامل جدا مهم وقوي يسبب البور اورال ابزوربشن مال البنسلينز والسيفالسبورينز اللي ماكو منها اورال. لذلك الافورتس صار التركيز على تغيير الاسيد سايد تشين، البحوث اكثر شيء صار التركيز على تغيير الاسل سايد تشين، هذا كله على مود يغيرون الفارموكاينتيك بروبرتيز مال هاي البنسلينز والسيفالسبورينز، ويحصلون النيو بنسلينز اند سيفالسبورين وذ بيتر فارموكاينتيك اند انتي مايكروبيال اكتيفيتيز اند مينيمايز سنسيتيفيتي للبيتا لاكتام. يعني حطوا ببالكم انه المشاكل اللي تواجه البنسلينز والسيفالسبورينز هي الاورال ابزوربشن اللي هي سببها، واحد من اسبابها هي الاسيد هيدروليسيس، بعد ال السنسيتيفيتي تو بيتا لاكتام، يعني البيتا لاكتام ينزل هسه شفتوه اللي هو سبب الريزيستنس مثلا، والسبكترم، وهي عوامل كثيره. فهو صار افورتس على تغيير الاسيد سايد تشين، عاود يتحكمون بالفارماكاينتيك بروبرتيز وبتر يعني يحضرون بتر انتي مايكروبيال اكتيفيتي. فهذه المشكله اللي هي الاسيد انستابيليتي اللي راح تواجهها البنسلينات والسيفالوسبورينات بالستومك،
الحل مالتها شافوا انه اذا حطوا الكترون بالدروين جروب، يعني اذا نرجع نشوف هذا هنا لما عندنا كربون اتوم شويه، خلينا نرجع بعد بالجدول هذا الجدول هاي الار، هاي الار يعني هاي الكربون وهاي الكربون وهنا هاي كلها، هاي الكربون مثلا، هاي الكربون هي يصحولها الفا كربون. طيب الفا لمن؟ الفا للكربونين. شافوا انه هاي الكربون اذا عندها الكترون withdrawing group attached to this carbon, this will increase the acid stability. يعني هاي الكربون، هاي الالفا كربون اللي هنا اذا ربطوا بيها الكترون withdrawing group راح تزداد الاسيد ستابلتي، راح تزداد الريزيستنس مال بيتا لاكتام فور ديجريديشن باي اسيد. فاذا نلاحظ المركبات هنا، اذا ناخذ ثلاث امثله عليها مثلا، هذا طيب احنا قلنا البنسلين جي هو انكتيف اورالي، اذا يعطوه اورالي يصير بي ديجريديشن، مثلا تلاحظون ماكو على الفا كربون ماكو الكترون دراون جروب، بينما اذا ناخذ اللي اجى ورا اللي هو البنسلين في فينوكسي مثل بنسلين، هذا عنده اكسجين مرتبطه بالالفا كربون، عنده هاي الاكسجين هي الكترون نيجاتيف اتوم، فبالتالي هي الكترون دراون جروب، فراح تزيد الاسيد ستابلتي وبالتالي قدروا يحضروه اورالي وقام يعطى اورالي. بعد عندنا اذا نلاحظ الامبسلين، هذا هو الامبسلين والاموكسيل، هذا الامبسلين هذا مثل ما تلاحظون والاموكسيل، هذا هذول عندهم الفا امينو جروب اللي هم ايضا هي نيتروجين، بيها نيتروجين هي الكترون دراون جروب، وبالتالي تزيد راح تزيد الاستابيليتي مال زيد الاستابيليتي مال الامبسين والاموكسيل للاسيد. بس هذني الامبسين والاموكسيل عندهم حاله خاصه، الحاله الخاصه انه الامين هي بيسك جروب، يعني مو بس الكترون ودراون جروب، هي بيسك جروب، فهاي عندها قابليه to capture the proton، يعني هي عندها قابليه لما تجي لما اكو اسيد، هذا الاسيد راح يجي يريد يضرب الرينك، راح يعني يريد يسوي degradation رينك، راح هو يكون مفضل اكثر انه يكتسب هذا البروتون، لان هو الاسيد يعني يتفاعل ويا البيس مثل ما تعرفون، فراح تكون هاي الامينو جروب هي المفضله to capture the proton. وطبعا ورا ما يصير بروتونيتد، ورا ما تاخذ البروتون يصير بروتونيتد، تحول الى كواترنري امونيوم سولت. هذا الكواترنري امونيوم سولت راح يكون بوزيتيفلي تشارج، وما دام هو بوزيتيف تشارج راح يكون سترونج، فيري فيري سترونج الكترون دروينج جروب، هذا هاي الجروب راح تتحول الى فيري فيري سترونج الكترون دروينج جروب، يعني بالتالي هي راح تؤدي كانه غرضا هي تسوي كابتشرنج البروتون و ده تحول الى very strong electron withdrawal group، راح تزيد الاستابيليتي مال الرينج. طبعا هي ليش الالكترون withdrawal group تزيد الاستابيليتي؟ الالكترون withdrawal group راح تقلل النيوكليوفيليسيتي، راح تقلل العفو الالكتروفيليسيتي مال العفو تقلل النيوكليوفيليسيتي مال الاكسجين، تقلل النيوكليوفيليسيتي مال الاكسجين اللي هي مال كربونين، الاكسجين المرتبطه بالكربونين مال الاسيد سايد تشين، يعني هاي الاكسجين اللي هي موجوده بالكربونين على الاسيد سايد تشين. هنا لما تجي الكترون ودرون جروب راح تسحب الالكترونات من عندها، لان احنا تذكرون قلنا النيوكليوفايل هو الجروب او الاتوم اللي عندها الكترونات، فهاي الاكسجين هي نيوكليوفايل عندها الكترونات، فلما عندنا الكترون ودرون جروب هنا عندنا الكترون withdrawing group هنا راح تسحب الالكترونات من هاي الاكسجين، وراح تقلل النيوكليوفيليسيتي، راح تقلل النيوكليوفيليسيتي مال هاي الاكسجين لهاي الكربونيل اكسجين اوف كربونيل اوف اسيد سايد تشين، فبالتالي راح تقلل مشاركه هاي الكربونيل بالرينج اوبننج مال البيتا لاكتام باي اسيد باي افكت اوف اسيد. فهو هذا سبب، هو هذا سبب الديجريديشن، سبب الديجريديشن مال الديجريديشن مال بيتا لاكتام بالاسيد، وسبب والعلاج مال هذا الديجريديشن باي الكترون درون جروب،
وليش الامبسين والاموكسيل الامين جروب اللي هي بالامبسين اوكسين هي احسن الكترون ويذراوين جروب او اكثر جروب هي الزايد الاستابلتي توارد اسيدز. ال شو اسمه الاوكسيدايزنج ايجنتس اوكسيدايزنج ايجنت اولسو كان انكتيفيت بنسلين مثل الاسيد والبيس, بينما الريديوسنج ايجنت لا عندهم تاثير قليل على البيتا لاكتام. التمبرتشر اولسو هاز افكت اون ريت اوف ديتيريوريشن. مثل ما تعرفون الديتيريوريشن هو شنو, هو كيميكال رياكشن, فبالتالي التمبرتشر راح تاثر على الكيميكال رياكشن. اذا زيدنا التمبرتشر راح يزداد الريت مال الكيميكال رياكشن, وبالتالي راح اذا قللناه راح يقل. لذلك احنا قبل شوي قلنا الريفريجريشن اذا البنسينات او حتى السيفاسمان اذا حطيناها اندر ريفريجريشن راح نقدر نخزنها لاسابيع اذا كان حتى البي اتش مناسب. بينما الدراي سولتس مع البنسين والسيفاسمان ار ستيبل ات روم تمبرتشر اند دو نوت ريكواير ريفريجريشن. يعني احنا هذا ايضا اذا نريد نحافظ عليه قلنا يا اما عيدها يا اما نحطها بي اتش مناسب وسوي ريفرجريشن, او يا اما نحوله الى دراي سولت. هذا الدراي سولت ما يحتاج ريفرجريشن ونقدر نخزنه لفترات طويله. بس مع ذلك البرولونج هيتنج هنا دا يحكي على الهيتنج, يعني هنا ارتفاع درجات حراره هنا تكون مو طبيعيه, فبالتالي البرولونج هيتنج will inactivate the penicillins. هنا هاي قلنا مثل ما تلاحظون هذا تأثير هذا الفيجر ده يحكي على the effect of enzymes. بس احنا هم شرحت على يعني هو هذا الفيجر مو فقط الانزيماتيك degradation, يعني شرحت ايضا biochemical degradation. البيتا لاكتانز مثل ما قلت تهجم بهاي المنطقة من البيتا لاكتاميز تهجم بهاي المنطقة من البيتا لاكتام تسوي رينج اوبننج. واكو انزيمز اخرى اسمها الاسيليزز هي تهجم هنا. هذني راح نشوف شنو دورهن بالنسبة للبكتيريا. هذني شنو دور هاي الانزيمز. خلينا نحكي على البكتيريا ريزيستنس. البكتيريا ريزيستنس طبعا هي يعني شنو البكتيريا ريزيستنس. البكتيريا ريزيستنس انه الانتي بايوتيك بعد ما يشتغل بصوره مبسطه, يقوم بعد ما يشتغل على البكتيريا ما يؤدي واجبه, يعني لا يقتل ولا it will not kill or inhibit the growth of bacteria anymore. فبالتالي هذا راح يتقاعس عن اداء واجبه, تكون البكتيريا مقاومه لتاثير الانتيبايوتيك. هذا شنو سببه؟ طبعا اكو عده ميكانيزمز, بس هذا الفيجر هو يوضح الميكانيزم بصورة مبسطة. يا أما reduce permeability and active efflux. efflux يعني طرح, يعني كأنه البكتيريا تشيل الانتيبايتك وتطرحها. شلون اكو active transport دا يدخل المادة الخلية. الافلكس هو عكس الactive transport, دا يخرج المادة من الخلية. مثل ما تلاحظون الافلكس هو دا يخرجها, هذا هو سهم الافلكس. او يا اما تارجت التريشن. طبعا بالنسبه للبنسينات والسيفالاسبرينات التارجت مالتهم هو البنسين بايندينج بروتين, بنسين بايندينج بروتينز هو البي بي بي, فلذلك التارجت هنا هو البي بي بي, فاكو التريشن يصير بالبي بي بي. او انزيماتيك انكتيفيشن اور موديفيكيشن. فهي هاي 3 ميجر اور امبورتنت ميكانيزمز فور بكتيريال ريزيستنس. خلينا نجي ناخذ واحده. اول شيء بالنسبه للانزيمز, اول ميكانيزم هي الابريشن اوف انزيمز. الانزيمز هاي يصيحوا لها بصوره عامه هي بنسلينيز, بس هي البنسلينيز بالحقيقه من اسمها بنسلينيز, يعني شنو شو تسوي تكسر البنسلينيز. هي اكو نوعين من البنسلينيز, يعني اكو تو جنرال تايبس اوف بنسلينيزز. اول شيء عندنا البيتا لاكتاميزز اللي هسه شفتوها موجوده, وعندنا الاسيليزز اللي هسه محكينا عليها. البيتا لاكتاميز قلنا تشتغل هنا والاسيليزز تشتغل هنا. طبعا الاهم من مثل ما تلاحظون الاهم هي البيتا لاكتاميز, يعني هي تسوي رينج اوبننج, فالاهم هي البيتا لاكتاميز. ف
هذني الانزيمز هن الانزيمز يا اما يكونون كونستيتيوتيف اور انديوسبل، يا اما تكون موجوده بالبكتيريا يا اما انديوسبل ستيموليتد باي ذا بريزنس اوف سبستريت. فاكثر نوعين مهمات وعندها مقاومه للانتيبايوتيك هم بالنسبه لجرام بوزيتيف هم الستافيلوكوكس اوريوس. الستافيلوكوكس اوريوس طبعا اكو اللي هي كلش مقاومات هي يصحونها مثلسلين ريزيستنس ستاف اوريوس او الميرسا. هسه راح تشوفوها اعيدها، مثلسلين هو اسم بنسلين يعني تكون مقاومه للمثلسلين، مثلسلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريوس هاي يصحونها الميرسا. هاي بالنسبه للجرام بوزيتيف. بالجرام بوزيتيف طبعا شنو يحدد البيتا لاكتاميز هل هو كونستيتيوتيف اور انديوسابل؟ ليحدده هو السبيسيز مال البكتيريا، هل هو جرام بوزيتيف او جرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. الجرام بوزيتيف خصوصا بالستاف يكون البيتا لاكتاميز انديوسابل، يعني هو مو موجود ما عندها بيتا لاكتاميز، بس لما يجي الانتيبايتيك لما يجي البنسينز او السيفالوسبونينز راح تصنع البيتا لاكتاميز وتطرحها. الصنعه وين؟ بالسيل وول، وتطرحها اكسترا سيلولي على الانتيبايوتيك وتكسره قبل ما يدخل. بينما اذا لاحظ احنا قلنا نوعين مقاومات، هاي بالنسبه للجرام بوزيتيف. الجرام نيجاتيف منو؟ الباسيللاي عندها ريزيستنت يا اما بسبب الريزيستنس فاكتورز او بسبب الكونستيتيوتيف بيتا لاكتاميز. يعني هنا البيتا لاكتاميز هي موجوده داخل الخليه، موجوده بالسيتوبلازم اوريدي، يعني مو لما يجي السبستريت يلا تنسى، لا هي اصلا موجوده. فهاي الباسيللاي عندها بيتا لاكتاميز كونستيتيوتيف. فقلنا اللي يحدد هل هو كونستيتيوتيف او انديوسبل هو السبيسيز مال البكتيريا. فلذلك البيتا لاكتاميز لازم البنسينز او اسفار لازم تدخل داخل الخليه او البكتيريا ويلا تلقى البيتا لاكتاميز يلا يصير لها ديجريديشن باي بيتا لاكتاميز. طبعا البيتا لاكتاميز تختلف بها انواع، لذلك بها كلاسيفيكيشنز. هذا الكلاسيفيكيشن حسب شنو؟ حسب الستركتشر، يا اما ستركتشر حسب السبستريت، حسب السبستريت مالتها هل هي شنو نوع السبستريت مالتها فيقسموها عليها، حسب الانهبيتر سبيسيفيسيتيز، حسب الفيزيكال بروبرتيز. هاي كلها اسس لي كلاسيفيكيشن مال البيتا لاكتاميز. طبعا الفيزيكال بروبرتيز مال منو؟ لا تنسون هاي انزيمز، الانزيمز هي بروتينز، فلذلك الفيزيكال بروبرتيز هي الفيزيكال بروبرتيز مال البروتينز اللي هي مثلا منو؟ هي بي اتش اوبتيموم، ايزو الكتريك بوينت، والموليكيولر ويت. فهي هاي هي الفيزيكال بروبرتيز اللي هي تؤدي الى او تكون اساس تصنيف البيتا لاكتاميز. بعد عندنا ايضا immunological properties، فهي هاي الخمس اسس لتصنيف البيتا لاكتاميز. الاسيليزز مثل ما قلت لكم الاسيليز هي تشتغل على cutting the acyl side chain، تحول البنسلين الى acyl side chain، يعني تقسمه قسمين الى كاربوكسيليك اسيد سايد تشين والى 6 امينو، الى هذا المركب يسحب له 6 امينو بنسيلانيك اسيد، 6 امينو بنسيلانيك اسيد، هذا 6 APA، هذا هو 6 امينو بنسيلانيك اسيد. فاحنا اذا تذكرون قلنا بالتصنيع، اذا نرجع على التصنيع هذا قلنا هم شلون يسوون سمي سينثيتك بنسلين، يكسروها منه بال هو هذا الاسيليزز، يحولوه الى 6 امينو بنسلانيك اسيد او انترميديت، يعني يشبهه، وبعدين يجون يربطون الار جروب اللي هم يريدوها على مود يحسنون يا اما فارماكايتيك بروبرتيز يا اما سبيكترام يا اما اكتيفيتي يا اما هو يعالجون مشكله من مشاكل يا اما ستابلتي، يعالجون مشكله من مشاكل البنسلينز او السيفالوسبونينز، هي نفس الفكره. بس مع ذلك بالنسبه للبكتيريا لحد الان ما عرفوا بشكل واضح شنو فائده الاسيليزز هاي. طبعا هذا ال 6 امينو بنسلانيك اسيد، يعني احنا هسه
حتى اذا استعملت البكتيريا. هو صح لحد الان مو واضح كلش، بس هو بصوره عامه 6 امينو بنسلانيك اسيد هو less active than penicillins and more rapidly hydrolyze، يا اما انزيماتيكلي يا اما نون انزيماتيكال. يعني هو حتى لو البكتيريا ما عندها بيتا لاكتاميز وعندها اسيليز واستعملته فهو احسن من لا شيء، لان هو هاي الاسيليز لما تكسر او تحول البنسلين الى 6 امينو بنسلانيك اسيد فهي بالحقيقه دا تقلل الاكتيفيتي مالته ودا تزيد تزيد قابليه هذا المركب انه يكون ب degradation by enzymes or by chemical degradation، لان البيتا لاكتام تكون مكشوفه. البيتا لاكتام اذا يعني هذا من ينكسر منه، لما ينكسر منه هذا ينكسر منه، او راح نرجع على القبله هذا مثل ما تلاحظون هاي البيتا لاكتام راح تكون مكشوفه، بينما هنا هاي الرينج كانه يعني تخيلوها هيك، هاي كانه شوي اكو حمايه للبيتا لاكتام، بينما هنا البيتا لاكتام راح تكون مكشوفه. فبالتالي اي نيوكليوفايل او اي اسيد او بيس يقدر تدخل، تقدر تدخل وتسوي ديجريديشن لل البيتا لاكتام وتسوي انكتيفيشن للبنسلين. فهو هذا، هذا سبب، هو هذا شغل الاسيليز. بعد الميكانيزم الاخر احنا قلنا هسه هاي انزيماتيك الابوريشن. ميزان الاخر هو البيرميابيلتي. البيرميابيلتي مثل ما تعرفون البكتيريا عندها سيل وول، البكتيريا انا شرحتها بديش سلايدات عندها سيل وول، بس الجرام بوزيتيف تختلف عن الجرام نيجاتيف. بالجرام بوزيتيف السيل وول يكون الانفلوب، الانفلوب الاوتر انفلوب يكون مور كومبلكس، اكو لاير لخه، اكو ممبرين لاخ. هذا الممبرين هو هو لينكد باي لايبوبروتين بريدجز تو بيبتيدو جلايكان. تذكرون احنا قلنا السيل وول هو مكون من بيبتيدو جلايكانز، فهذا الممبرين الجديد الموجوده بالجرام بوزيتيف راح مربوط بالبيبتيدو جلايكان باي لايبوبروتين. يعني عندنا ممبرين لاخ يحاوط الجرام بوزيتيف زياده عن الجرام نيجاتيف. طبعا هذا الممبرين الثاني او الجديد راح يشكل فيزيكال بارير. يعني شلون هسه عندك، عندك بيت ببابين تدخل الى عن طريق بابين، عندك بيت تدخل عن طريق باب واحده، يا هو الاسهل لك عندك بيت بسياجين واحد ورا الاخ، وعندك بيت بسياج واحد، يا هو اللي تقدر تدخل له او تقدر توصل له بسهوله اكثر. فاكيد البيت او اكيد البكتيريا اللي عندها ممبرين او سيل وول اقل او حتى ثنر راح يكون اسهل انه بنتربل اكثر بالنسبه للبنسلينز والسيفاسبون. لذلك الجرام بوزيتيف او هي البكتيريا بسرعه عامه بالتغيير النيتشر مال هذا البارير راح تقلل البنتريشن مال هاي الانتيبايتكس، وخصوصا الهيدروفوبيك انتيبايتك. بينما الهيدروفيليك، الهيدروفيليك طبعا مثل البيت بالضبط، مثل البيت، مثل البيت شلون ما عنده اكو شبكات انابيب تدخل له، شبكات انابيب مال المي تدخل له الزوده بالمي، البكتيريا كذلك. البكتيريا عندها ثقوب يسمى لها بورز، هاي البورز هي او هي عندها بورز، هاي البورز يسمى لها بورينز، هاي البورينز اللي هي الثقوب تدخل المي لهاي البكتيريا. فلذلك اي شيء ذايب بالمي، اي شيء ذايب بالمي راح يقدر يدخل للبكتيريا. فالهيدروفوبيك موليكيولز مثلا حتى البنسلين او السيفالسبونات تكون هيدروفيليك راح تكون ووتر سوليبل، فبالتالي راح تقدر تدخل لهاي البكتيريا عن طريق هاي البورينز، فراح تقدر تعبر هاي اللايرز اللي تحاوط البكتيريا او الفيزيكال باريرز وتقدر تدخل بسهوله. بس مع ذلك البكتيريا تقدر تغير النيتشر، النيتشر والنمبر مال هاي البورينز، فبالتالي راح تقلل دخول الهيدروفيليك موليكيولز او الهيدروفيليك بنسلين انسيفاسبونين لهاي البكتيريا. فاحنا قلنا اول شيء الانزيم، ثاني شيء البيرميابيلتي اللي بسبب وجود بسبب تغيير النيتشر مال الممبرينز او الفيزيكال باريرز مال البكتيريا. النقطة الثالثة اللي هي nature and number of porins. النقطة الرابعة هي التارجت التريشن. التارجت هو منو التارجت مال البنسلين والسيفاسبورين؟ هو البنسلين binding proteins، من اسمه بروتين. فهاي البروتينات تقدر تتغير، يعني هاي البروتينات مو اللي تغير الستركتشر، احتمال الكونفجريشن والكونفورميشن، يعني ترتيبه بالفراغ، اذا تغير
راح تقلل الافينيتي مال هاي البنسلينز والسفاسبرينز لهاي البروتين. فبالتالي هذا التارجت التريشن اكثر شيء لاحظوه بالبكتيريا اللي هي نون بيتا لاكتاميز برودوسينج سترينز، يعني البكتيريا اللي هي ما تفرز او ما تسوي ديجريديشن للبنسلينز والسفاسبرين. ففكروا شلون او ارادوا سبب انه شلون تصير الريزيستنس، فلقوا انه الريزيستنس هو التارجت التريشن، وهذا الشيء موجود ارجع اقول موجود بالنون بيتا لاكتاميز برودوسينج سترينز اوف بنسلين ريزيستنت نيسيريا جونوريا. لاحظوها بالنيسيريا جونوريا وبالمثلسلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريس المرسى اللي احنا هسه قبل شوي قلت لكم اهم او عفوا اكثر بكتيريا بالستاف اللي هي تكون ريزيستنت هي المرسى. ايضا اكو نقطه اخرى او ظاهره لاحظوها انه اكو بعض البكتيريا شلون تكون مقاومتها انه تقاوم اللايتيك بروبرتيز مال البنسلين. احنا مو قلنا البنسلين يأثر على السيل وول سينثيسيس وبالتالي بعدين يؤدي الى بيرستينج يعني انفجار البكتيريا وقتلها. فلقوا انه البكتيريا راح تقاوم هذا الخاصيه مال الانتيبايوتيك، يعني تقاوم قتلها من قبل انتيبايوتيك، بس مع ذلك راح تبقى susceptible to their growth inhibiting effect، يعني هي تقاوم القتل بس مع ذلك الجروث مالتها راح يظل متأثر. فبالتالي هنا الانتيبايتيك راح يتحول من بكتريسايدل اللي هو قاتل to bacteriostatic اللي هو فقط يوقف النمو مال البكتيريا. فهاي الميكانيزم مارزلة سهولة التوليرانس، هاي هي سهولة التوليرانس اللي هي تنتج بسبب results from impaired autolysine activity in the bacterium. الأوتولايسين اللي شرحناه بسلايدات سابقة اللي هو كان يسوي نيكس ويأثر على البكتيريا، يأثر على البكتيريا أثناء الانشطار مالتها وأثناء الريبرودكشن مالتها. فهاي راجعوها بموضوع البنسلينز بايندينج بروتينز. فهذا الفيجر التالي، هذا الفيجر هو الميكانيزم، هو فيجر يتعلق بالميكانيزمز أو يلخص الميكانيزم أو بكتيريال ريزيستنس اللي هي قلنا البيرميابلتي ريديوس بيرميابلتي عن اكتيف افلكس بسبب الفيزيكال بارير، تارجت التريشن بسبب تغيير الافينيتي للبنسلين بايندينج بروتين اللي هي قلنا موجوده مثلا بالمرسا وبالنيسر جونوريا، والانزيماتيك انكتيفيشن اور موديفيكيشن اللي هو مثلا قلنا بسبب البنسينيزز اللي هي كونستيوتيف اور انديوسبل، وايضا اكو عندنا التوليرانس penicillins resistant penicillin. طبعا اكو مشاكل كثيره تواجه البيتا لاكتامز ومن ضمنها البنسلينز، ذكرنا قسم منها بالسلايدات السابقه، مثلا قلنا الابزوربشن الكيميكال عن انزيماتيك ديجريديشن، وواحده من المشاكل المهمه هي الريزيستنس، هي البكتيريا ريزيستنس. وخصوصا كانت من اهم الانواع اللي تسوي ريزيستنس هي البنسلين ريزيستنس سترينز اوف ستافيلوكوكس اوريوس اللي كانت تواجه مشكله خطيره في الستينات من القرن الماضي. فلذلك صارت اكو بحوث على البنسلينز وايضا حتى السيفانوسبورينز عمود يتخطون هاي المشكله. فلقوا انه اذا نروح نشوف الجدول، انا حطيته بهالمكان رجعت حطيته بهالمكان، اذا نشوف الجدول هو هذا الجدول للكثير من انواع البنسلينات. لقوا انه البلك سبستيوشن او الستريك هندرنس اللي يصير باي بلك سبستيوشن ات الفا كربون، يعني فرضا هسه هاي الفا كربون، طبعا هي الكربون اللي تجي ورا الكربونيل مال الاميد اللي هي او مال الاسيل سايد تشين. فشافوا انه البلك سبستيوشن راح يسوي اللي يسوي ستريك هندرنس على الالفا كربون اوف ذا اسيل سايد تشين، هذا هو راح ويل كونفيرم بيتا لاكتاميز ريزيستنس. فاذا نلاحظ مثلا البنسلين صنعوها اللي هن النافسلين والمثيسلين، هذن المثيسلين والنافسلين، شافوا انه السبستيوشن الأورثو سبستيوشن اللي هو هاي وهاي، يعني هذني الميثوكسي جروب اللي موقع 2 وموقع 6
هاي راح تزيد الستريك هندرنس وراح تعطي بيتا لاكتاميز ريزيستنس تو ذا افكت اوف بيتا لاكتاميزز مال البكتيريا. وايضا بالنسبه للنفسلين اللي هو بنفثيلي جروب هاي شافوا انه الايثوكسي على نفس الموقع اللي هو اورثو سبستيوشن مال نافثيلي جروب بالاسلسايد تشين مال نفسلين هي راح تسوي راح توفر الريزيستنس للبيتا لاكتاميز افكت باي بكتيريا. هاي بالنسبه لل 6 ممبر رينج والاكبر من عندها. بينما لاحظوا اذا استعملوا 5 ممبر رينج مثل هذه الاوكساسيلين الكلوكساسيلين دايكلوكساسيلين هذني بيها 5 ممبر رينج اللي هي الايزوكسازيل رينج لاحظوا انه لازم اكو ايضا ويا ال 5 ممبر رينج اكو بلكي سبستيوشن. فشافوا انه الميثيل جروب والفينيل جروب جدا مهمه للبيتا لاكتاميز افكت مال ريزيستنس مال هاي البنسلينات. طبعا هاي تكون مواقع 2 وموقع 2 وموقع 5 او موقع 2 مثل 2 مثل 5 فينل او بالعكس 2 فينل 5 مثل حسب شنو. ليش اكو هاي نظام بالترقيم او اختلاف بالترقيم حسب يا ذره هي رقم 1 اذا كانت الاكسجين هي رقم 1 اذا كانت الاكسجين رقم 1 فراح تكون 1 2 عفوا 3 فينل مو 3 فينل 5 مثل 3 مثل 5 مثل ايزوكسازيل رينج فصرها رقم 1 رقم 2 رقم 3 او تكون النيتروجين هي رقم 1 فصر رقم 1 رقم 2 رقم 3 فيصير عندنا 3 مثل 5 فينل او بالعكس اذا كانت الاكسجين فصير 3 فينل 5 مثل فحسب الذره اللي تكون هي رقم 1 سواء كانت الاكسجين او النيتروجين. فهي هاي سبب اختلاف بالترقيم اللي راح تسوين للجروبات اللي هي الفنل او الارل والمثل اللي تكون مهمه بالاداء الريزيستنس للبيتا لاكتاميزز. طبعا قلنا اهم شيء هي الافكتيفنس اجينست بيتا لاكتاميز بروديوسر ستافيلوكوكس اوريوس. يعني ستافيلوكوكس اوريوس هي مهمة. ليش؟ لأن هي بذاك الوقت كانت من أقوى البكتيريا المقاومة لتأثير البنسلينات وكانت مسببة serious health problem at that time. الأليرجي تو بنسلين هي مثل ما شرحنا بالسلايدات السابقة أكو بنسلينات تسبب هايبر سنسيتيف ريأكشن أو أليرجي. هاي الأليرجي تختلف أعراضها أكو قسم منها مايل وقسم منها سيفير حسب أكو قسم منها تسوي بس سكين ساينز أند سيمبتومز وأكو قسم يعني سايد إفكت أو هايبر سنسيتيف ريأكشن وأكو قسم منها تسوي مثلا احتمال فيفر أنافيلاكسيز. بس هي هاي طبعا تختلف من شخص لشخص وتختلف من أنتيبايتيك تو أنتيبايتيك يعني من بنسلين تو بنسلين. بس لاحظوا انه حتى النسب تختلف. يعني اكو هو نسبه البوبوليشن اللي صار عندهم هايبر سنسيتيفيتي او الارجي من 1 الى 10% ايضا تختلف باختلاف البوبوليشن واختلاف البنسلين. لقوا انه اكثر بنسلينات تسوي الالرجي هو البنسلين جي والبنسلين في. بس مع ذلك لازم كل بنسلين اكو يعني يسوي هايبر سنسيتيفيتي او الارجي في نسبة معينة من البوبوليشن. واكو كروس انتراكشن او كروس هايبر كروس سنسيتيفيتي بين ديفرنت بنسلينز. يعني الشخص اللي هو عنده الرجي او سنسيتيفيتي لبنسلين جي احتمال يكون هم ايضا عنده سنسيتيفيتي لاذر بنسلين واحتمال ما عنده. هو هاي هي الكروس سنسيتيفيتي. بس مع ذلك هو يعني الاحتياط واجب. هاي المواقف لازم واحد يسوي السنسيتيفيتي تيست ويتجنب المخاطر مال الالرجي. طبعا هاي الالرجي اكو تفسيرات لها. شافوا انه السبب المهم هو انه البنسلينات بالجسم راح يصير بيها ري ارينجمنت بنسلينات او ري ارينجمنت برودكتس مالتها. يعني هي البنسلين او يصير بيه ري ارينجمنت ويسوي نيو برودكتس
بالجسم مثل البنسلينيك اسيد، وهاي البنسلين او الري ارينجمنت برودكت راح تتفاعل ويا الجاما امينو جروب مال اللايسين اللي هي موجوده ببعض البروتينات اللي يسحوله بنسلويل بروتينز. هاي البنسلويل بروتينز عن طريق الجاما امينو جروب مالتها راح تتحد بالبيتا لاكتام رينج، راح وتسوي رينج اوبننج وتسوي امايد جديده وتكبر الموليكول، تكبر يعني تسوي لها تحولها من لو موليكولوريت الى هاي موليكولوريت، فبالتالي راح تتحول الى انتيجينيك ديترمنت. وكو ايفيدنس لخه شافوا انه مثلا بالبنسلين جي والبنسلين في الامبيوريتيز بالفورميليشن مالتهم مثلا الانتيجينيك، لاحظوا انه هذني البنسلين جي والبنسلين في اللي هم يا اما ناتشرال يا اما بايو سينثيتيك اكو يصير بالفورميليشنز مالته اكو انتيجينيك بنسلويل بروتينز هي راح تسبب مشكله الالرجي. وايضا بالفورميليشنز الفورميليشنز مال الامبسلين اللي هي هم تكون بها مشكله بالبيوريتي اكو سحوله بوليماريك امبيوريتيز، هاي البوليماريك امبيوريتيز هم ايضا تسبب انتيجينيك تكون او العفو تكون سبب بالانتيجينيك ديترمنتس مال هاي المركبات الامبسين والبنسين جي والبنسين في. لذلك خلاصة الكلام انه الامبيوريتيز بهاي المركبات بهاي البنسينات هي عامل اخر بالهايبر سنسيتيفيتي او الالرجي تجاه هاي البنسينات. الكلاسيفيكيشن مال البنسينات، الكلاسيفيكيشن مال البنسينات حسب عدة أسس للكلاسيفيكيشن، أما عن طريق sources أو الكيمستري أو الفارموكينيتيك بروبرتيز أو resistance to enzymatic spectrum أو الكلينيكال يوز. كل نقطة من هاي النقاط أدت إلى كلاسيفيكيشن معين. مثلا sources أدت sources مال البنسلينز أدت إلى أنه يتم تصنيفه إلى biosynthetic, semi-synthetic or potentially synthetic. الكيمستري أدت إلى تصنيف acid resistant or not. الفارموكينيتيك orally or not orally, parenterally مثلا parenterally active. The resistance to enzymatic spectrum of activity أدت إنه أما تكون resistant to beta lactamases اللي هو بصورة عامة البنسلينازز or not. والclinical use أو والspectrum والclinical use يا أما تكون narrow, intermediate, broad or extended spectrum of antibacterial activity and may be intended for multipurpose or limited clinical use. طبعا البنسلين جي كان الكلاسيفيكيشن مالته هو نارو سبيكترم، بس هذا النارو سبيكترم مال البنسلين جي هو طبعا ريليتيف، فشي ريليتيف المن يعني هو من نيجي نصنف نقول يابا هذا ريليتيف، بس هو ريليتيف الحقيقه نقول عفوا هذا نارو سبيكترم، بس هو بالحقيقه هذا التصنيف هو اكيد ريليتيف يعني هو كاخذوه كمقياس لغير انواع البنسلينات، فلذلك هو هذا الشيء ريليتيف اذا قارناه بغير بنسلينات فهو راح يكون ريليتيف، بس هو لو كان وحده لو يعني هو اول ما اكتشفه كان وحده اكيد ما راح يكون بذاك الوقت هو نارو سبيكترم لانه هو وحده ماكو شيء نقارن عليه، بينما لما صار اكو بنسلينات اخرى نقارن عليها فصار اعتبر كنارو سبيكترم. طبعا السبيكترم هنا نحكي هو السبيكترم مال بكتيريا عندنا جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. هاي البكتيريا صارت مثل شلون الطيف الشمسي اللي هو صار اكو بالوان وبي سبيكترم، صار هو سبيكترم للبكتيريا قام يقيسون على هذا السبيكترم ايش قد يسوي انهبيشن هذا البنسلين مثلا او هذا المركب ايش قد يسوي انهبيشن من خلال هذا السبيكترم. اذا كان مثلا هسه لو اذا نريد نشبهه بالطيف الشمسي مثلا الطيف الشمسي مثلا باحمر واخضر وازرق وبانواع واصفر الوان، فاذا هو سوى انهبيشن بس للاحمر فهذا نيرو، اذا سوى انهبيشن مثلا احمر واصفر فهذا مثلا صار انترميديت، اذا لا هو كله او ثلاث ارباع هذا برود، اذا كله هذا اكستندد وهكذا، هو هذا السبيكترم. بس مع ذلك البيتا البنسلينات اللي هي ريزيستنت للبيتا لاكتاميز هي صح عندها سبيكترم اوف اكتيفيتي similar to penicillin G، بس مع ذلك الاكتيفيتي مالتها هي inferior يعني اقل او اضعف، بس يعني هي الادفانتج الوحيده مالتها انه هي نفس السبيكترم مال penicillin G وهي تكون مقاومه للسترينز للبيتا لاكتاميز اللي هي تفرزها
البكتيريا اللي هي بالعاده ريزيستنت تو بنسلين جي. يعني احنا بالعاده البنسلين جي هو احسن ذاك الوقت يعني او يعني بذاك القرن خلينا نقول بالبدايات لما كان اكو اعداد قليله من البنسلينات والبنسلين جي، البنسلين جي كان هو احسن واحد من حيث الاكتيفيتي ومن حيث السبيكترم. الانجن بعد البنسلينز ريزيستنت بنسلين لهم نفس السبيكترم وعندهم اكتيفيتي اقل، بس فائدتهم الوحيده انه هن مقاومات هن ريزيستنت للبيتا لاكتاميزز برودوس باي سام سترينز اوف بكتيريا، فلذلك كان ريزيرفد يعني ما يستعملونهن راسا. وهي بالحقيقه هو هذا الشيء الصحيح، انه انت مو راسا تستعمل اللي تعتقده هو احسن انتيبايتك عندك او اللي هو ريزيستنت الانتيبايتك ريزيستنت عندك، لا هذا الابروتش هو مو صحيح، هو احتمال بنظرك تشوفه بي ادفانتج بس هو بالحقيقه بي ديز ادفانتجز كثيره راح نلاحظها ان شاء الله او راح ندرسها بالسلايدات القادمه او بالمستقبل. هذا بالنسبه للبنسلين جي مثلا اذا قارناه بالبنسلين جي، بينما شافوا مثلا الكاربنسلين والتيكارسلين قارنوها بالامبسلين. طبعا البنسلين جي اكو نقطه كان السبيكترم مالته يعني كان الاكتيفيتي مالته قارنوها على الستافيلوكوكس اوريوس، بينما الكاربنسلين والتيكارسلين لما قارناها بالامبسلين قارناها على اساس الشغل على جرام نيجاتيف باسيلاي، فبالتالي هم لقوا انه هي ما بيها ادفانتج ما بيها اوفر نو ادفانتج، وبالجهه المقابله شافوا انه عندها they have some disadvantages over ampicillin or penicillin G، بس فائدتها الوحيده انه تكون resistant to strains to beta to ampicillin or penicillin G resistance strains of bacteria. يعني فقط انه اكو strains بذاك الوقت هي مقاومه للامبسلين والبنسلين جي يقدر يشتغلون عليها الكاربنسلين والتيكارسلين، فقط هاي الادفانتجز. وبالمقابل اكو لها ديز ادفانتجز ان شاء الله راح نشوفها بالسلايدات الجايه. فلذلك هو الاستعمال الخاطئ للانتيبايتك ان شاء الله راح نشوفه هو سبب مشاكل كثيره، انه مو الابروتش الصحيح انه دائما تيجي تستعمل انتيبايتك او بنظرك احتمال هو يكون تقول هذا انتيبايتك قوي ولازم استعمله، هذا الابروتش غلط. انت لازم تبدي بالفيرست لاين وبعدين تتدرج بالسكند والثيرد وهكذا، وراح نشوف شنو الاسباب. البرودكتس اول شيء هو البنسلين جي او البنزل بنسلين. البنزل بنسلين هو كان له فائده كلش كبيره لما اكتشفوه، هو طبعا ناتشرال، هو كان يستعمل for treatment of more different kinds of bacterial infections than any other antibiotic. طبعا الformulations او العفو الموليكولز الموجودة as water soluble salts اللي هن من هذين السولتس، طبعا السولت هو هنا هاي الكاربوكسيل يحضروها كسولت as potassium, sodium or calcium salts. طبعا هذا كله عمود يحققون الووتر سولت، هو قلنا يزيد الاستابوليتي ويحققون الووتر سوليوبوليتي. These salts of penicillin are يعني هي شنو؟ هنا البنسلين جي، البنسلين جي هو كان يستعمل بارنترال بس، وكان اكو مشكله بالنسبه للاورال، هي في الحقيقه مشكلتين بالنسبه للاورال بنسلين جي، كانت هي الاسيد انستابوليتي مالتها يعني الانستابوليتي بالجي اي تي مال بنسلين جي، والشغله الثانيه هو الابزوربشن، الابزوربشن بالنسبه للبنسلين جي. طبعا احنا دا نحكي من منطلق الاورال ادمنستريشن، لذلك كان بالبدايه كان ماكو بس البنسلين جي، فاضطروا انه في بعض الاحيان يعطوه اورالي، ولما يعطوه اورالي يعني ودي تخلصون من الاسيد انستابيليتي انه يعطون وياه اورال انتاسيد مثل الكالسيوم كربونات المنيوم هيدروكسايد واند اذر، او بفرات مثلا سترونج بفرز مثل صوديوم سترايت وغيره. وبالنسبه للابزوربشن كانوا يعطون دوزات عاليه من البنسلين على مود يعوضون عن البور انتستينال ابزوربشن مال او بور اورال ابزوربشن مال بنسلين جي. يعني تخيلوا كانوا يعطون 5 تايمز اكثر من الكميات اللي يعطوها بارنترال. طبعا هذا راح يؤدي الى الريجولر بلد ليفل مال راح تختلف من شخص لشخص مال البنسلين، وطبعا راح يسبب خساره بالدوز وبمشاكل كثيره هذا الابروش. فهذا يعتبر مشكله من مشاكل
البنسلين جي انه الاورال ادمنستريشن كان يطوب، يعني ما يفضلون الاورال بسبب هالمشاكل، وبس بحالات يطوا اورال او مو حالات يعني بمعالجات خلينا نقول يطوا اورال، وهو كان يعطى بصوره افضل بارنترالي. وحتى من يطوا اورال قلنا لازم هاي الحالات اللي توفر وياه، ويعطوك واتر سوليبل بوتاسيوم اند صوديوم سولت، والبوتاسيوم هو افضل لان البوتاسيوم يكون مور واتر سوليبل. طبعا لازم تعرفون ليش البوتاسيوم يعطينا مور واتر سوليبلتي بالنسبه للسولت. ويعطون قلنا يعطوا اذا ريد هاي بلازما كونستريشن بسرعه فيعطوا بارنترالي. اوكي بس مع ذلك اختيار السولت مو بس على الواتر سوليبلتي والابزوربشن، اكو حالات كلينيكال سيتويشنز مثلا اللي عنده رينال فيلر راح يعاني من مشكله الهايبر كاليميا، فلذلك ما يعطوا بوتاسيوم سولت يعطوا صوديوم. وبالجهه المقابله الشخص اللي هو لا يعني يكون على لو صوديوم دايت فلازم ما يعطوا صوديوم يعطوا بوتاسيوم، مثل اللي عنده او يعني يكون ياخذ سولت فري دايت، فمثلا ابو الكونجستيف هارت فيلر هذا ما يعطوا صوديوم سولت مال بنسلين جي يعطوا بوتاسيوم. فهو هذا الشرح على البنسلين جي. البنسلين في بعد البنسلين جي اقروا او صنعوا البنسلين في اللي هو فينوكسي مثل البنسلين اللي هو بايوسينثيتك برودكت، يعني البنسلين جي كان ناتشرال والبنسلين في هو بايوسينثيتك برودكت. الحقيقة البنسلين في عالج مشكلتين أساسية بالبنسلين جي اللي هي كانت بالبنسلين جي كانت المشكلتين هن الانستابلتي أسيد انستابلتي أو الكيميكال انستابلتي بالجي آي تي والريجولر أورال أبزوربشن. فالبنسلين في هو عدى resistance to hydrolysis by gastric juice and عدى ability to produce uniform concentration in blood after oral administration. فهاي مشكلتين أساسية كانت بالpenicillin G عالجها الpenicillin V. هذا بالنسبة للoral. For parenteral administration استعملوا كpotassium salt. ليش؟ لأن potassium salt مثل ما قلنا هو عدى على water solubility فيسوينا very water soluble in water. بس هذا ما كان يستعمل كسوليوشن، يعني هو لما يحضروه في فيالات مو كسوليوشن، لا يحضروه كدراي سولت باودر يعني، وقبل الادمنستريشن يسوي له ريكونستيوشن ويطوه. فهذا لازم تعرفون ليش ما يحضروه، ليش ما يحضرون البنسلين في كسوليوشنز يعني بالفيالات كسوليوشن، ليش يحضروهن؟ حتى ستشوفون بقية البنسلينات هي كلها كدراي سولت، وبعدين قبل الادمنستريشن بارنترال ادمنستريشن يسوي لهم ريكونستيتيوشن ويعطوهن بارنترالي باي از اور از بارنترال سوليوشن. ف ونرجع للاورال دوزج فورم قلنا يستعملوه ايضا كبوتاسيوم سولت. هذا البوتاسيوم سولت يحقق لنا provides rapid effective plasma concentration of this penicillin. يعني هذا الفورميليشن اللي يعطوه اورالي راح يعطينا هم rapid وهم effective plasma concentration after oral administration. بس هذا هم في حالات معينه يعني رادوا انه يصنعون penicillin V بس عنده long acting effect. فصنعوا حضروا الفينوكسي مثل penicillin ويا NN بس دي هيدرو أبيتيل إثيلين ديامين اللي هو هيدرابين كوبنسيلين في. هذا هو عده very long acting form، هو يعني prepared أو provides a very acting form of penicillin V. هاي ليش هيك؟ يعني ليش يعطينا very long acting؟ هو بسبب الواتر insolubility مالته اللي خلته عده هاي القابلية انه يصير عده long acting effect، فلذلك حضروه كأكويس سسبنشن. فهذا الأكويس سسبنشن كان يستعمل as liquid oral dosage forms. فلذلك هاي أرجع عيدها اللونج أكتينج إفكت ناتج من تقليل الواتر سولوبيتي مال البنسلين في. فعندكم هنا بالنسبة للسولوبيتي أكو نقطتين، يا أما تريد زيد الواتر سولوبيتي عم تحقق rapid oral rapid and effective plasma concentration by preparing penicillin V as potassium salt after oral administration، أو بالعكس تريد
تريد يعني you want to provide a long acting effect for penicillin V by preparing penicillin V as aqueous suspension by decreasing the water insolubility of this penicillin and or for administration as liquid oral dosage form. الأكساسيلين والكلوكساسيلين. الأكساسيلين الصوديوم هو سمي سينثيتك بنسلين مثل ما تشوفون مثل ما تلاحظون بالاسم مالته مالتهم اثنينهم هم يستعملون على شكل سولتس فعلى شكل صوديوم سولتس هذا هو الصوديوم سولتس مال الأكساسيلين والكلوكساسيلين كلوكساسيلين الأكساسيلين هو قلنا سمي سينثيتك عدة هاي الجروب اللي هي 3 فينيل 5 مثل حسب التسمية إذا بدينا من الأكسجين نسمي يعني نسمي الرينج من الأكسجين واحد راح تكون هي رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فراح تكون 3 فينيل 5 مثل بس إذا بدينا من النيتروجين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة راح تكون 3 مثل 5 فينيل فهي حسب التسمية بس هذا فشي مو كلش مهم الشيء المهم بالبنسلينز بالنسبة لي من وجهة نظري إنه تعرفون كل بنسلين هل هو يستعمل اورالي اور جاست بنترالي يعني كل بنسلين نقدر نستعمله اورالي بنترالي اور جاست بنترالي وشنو السبب يعني اذا نقدر نستعمله اورالي او ما نقدر ليش اللي هذا نقدر نستعمله اورالي او ما نقدر نستعمله اورالي فهذا شيء جدا مهم بالنسبه للبنسلين حتى بالنسبه بالانتيبايتيك الجايه انتيبايتكس الجاية اللي هي مثلاً السيفالوسبورينز والأذر انتيبايتكس فهذا هو resistant to inactivation by penicillins بسبب وجود هايلي جروب هايلي جروب هي confer this group confers the steric hindrance that protect the beta-lactam from bonding with the, or interacting with the active site of penicillins and causing ring opening طبعا البنسلينز راح تهاجم عفوا البيتا لاكتميزز راح تهاجم هذا البيتا لاكتام بهذا الموقع بالكربوني جروب راح يسوي رينج اوبننج ويسوي امايد بوند ويا الرينج فبالتالي راح يسوي انكتيفيشن للبنسلين فلذلك هاي الجروب الموجوده بالاكساسيلين والكلوكساسيلين راح تمنع الاكتيف سايد فروم انكتيفيتنج ذا هذني البنسينات طبعا هذا الميكانيزم اوف بروتكشن هو يشبه اللي كان شرحناه بالميثيسيلين الميثيسيلين كان عنده داي ميثوكسي جروب at the ortho position of the phenyl at the acid side chain اللي كانت هم ايضا confers steric hindrance on the protecting the beta lactam from the inactivating effect of beta lactamases وايضا هذني البنسلينات الثنين الانتيبايتكس طبعا عندهم resistant to acid hydrolysis يعني عندهم stability for chemical and enzymatic inactivation فلذلك يستعملون هذني اثنيناتهم يستعملون can be administered orally with good effect الكلوكساسيلين هو يشبه مثل تلاحظون يشبه تماما الأكساسين فقط عند كلورين at the ortho position هاي الكلورين هي لاحظوا انه وظيفتها هي enhances the activity of كلوكساسين بس هاي الاكتيفيتي بالحقيقة هي مو الانترنسيك اكتيفيتي يعني هي مو الانفيترو اكتيفيتي يعني اذا نجيب الأكساسين والكلوكساسين ونستعملهم انفيترو ما راح نلاحظ ذاك الاختلاف الكبير بالاكتيفيتي مالتهم فاذا الاكتيفيتي شافوا الفرق بالاكتيفيتي هي فقط بالان فيفو ليش لان ان فيفو لاحظوا انه هاي الكلورين will confer better oral absorption enhancing the oral absorption of كلوكساسيلين بالتالي راح تؤدي الى higher plasma levels فلذلك من هاي الناحيه from oral after oral administration الكلوكساسيلين هو احسن من الأكساسيلين بس بقية النواحي هو مش شابه تقريبا تماما بسبب انه الستركتشر ونفسه فقط اختلاف هاي السي ال او هاي الكلورين اللي هي فقط تزيد الابزوربشن الاورال ابزوربشن والباي افيلابيلتي اورال باي افيلابيلتي مال الكلوكساسيلين
الامبسلين، الامبسلين هو سيمي سينثيتيك بنسلين، عنده انتي بكتيريال سبيكتروم برودر ذان بنسلين جي، يعني هو برود سبيكتروم بنسلين، احسن من ناحيه السبيكتروم هو احسن من البنسلين جي. هو يشتغل على الجرام بوزيتيف سترينز اللي يشتغل عليها بقيه البنسلينات، مثل ما قلت مثل البنسلين جي، بس هو احسن ايضا يعني يشتغل من ناحيه طبعا السبيكتروم، هو احسن ايضا يعني يشتغل ايضا على الجرام نيجاتيف بكتيريا والانتيروكوكاي اللي هي اقل بقيه البنسلينات اقل من الامبسلين. هذا كله بسبب مثل ما تلاحظون هو بسبب الالفا امينو جروب، لان هو هاي الالفا امينو جروب اذا نوخرها راح المركب راح يصبح مشابه تماما شابه يعني للبنزل بنسلين، فلذلك هاي الامينو جروب هو سبب هاي التحسن بالسبكتروم وبالاكتيفيتي مال الامبسلين. هاي الالفا امينو جروب راح تسوي راح تؤدي يعني فائتين تو ادفانتجز للامبسلين، واحده شرحناها سابقا قلنا هي هاي الالفا امينو جروب هي كابتشر ذا بروتون وهي الكترون دون جروب، وافتر كابتشرينج ذا بروتون ويل بي كونفرتد انتو كواترنري امونيوم جروب اللي هي يعني بروتونيت راح تحول من NH2 الى NH3، فراح تتحول بوزيتيفلي تشارج راح تتحول الى فيري سترونج الكترون ويذروينج جروب، فراح تزيد الاستابيليتي الكيميكال استابيليتي مال الامبسين تور ذا اسيد انكتيفيشن ان ذا جي اي تي. فهاي اول دور للامينو جروب ذا الفا امينو جروب ذا اسيد سايد تشين. الفائده الثانيه اللي تؤديها هاي الامينو جروب هي تزيد البنتريشن مال الامبسين ثرو ذا سيل وول بارير مال الجرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا هي بالحقيقه مو بس هاي الامينو جروب، اصير لاحظ ايضا بعد انذر انتي بايوتكس يعني بانذر عفوا بنسلينز مثلا الكاربنسلين وجود هاي الاينايزابل جروب اللي هي في حاله الامبسين هي الامينو جروب وفي حاله الكاربنسلين هي الكاربوكسيلي جروب، هاي الاينايزابل جروب راح تزيد البنتريشن اكروس ذا سيل وول بارير مع الجرام نيجاتيف بكتيريا. هذا هو السبب مال هذا الشيء. راح اعتبر اسايمنت لطلابي فراح اطلب منهم راح يكونوا مطالبين انه شلون هاي الانايزابل جروب اللي هي الامينو جروب الالفا امينو جروب والكاربوكسي جروب شلون تزيد البنتريشن مال هذني البنسلينات ثرو ذا سيل وول بارير مال هذني البكتيريا. طبعا هاي الامينو جروب قلنا لها دورين وهي دورين صارت واضحات. هذا الامبسلين هو not resistant to penicillins، يعني هو صح هو عنده spectrum اكثر وعنده chemical stability بس هو not resistant to penicillins enzyme. هو ايضا يسوي allergic reaction عند بعض البيشنت يسوي عندهم allergy، بس مع ذلك هاي الreactions هي قليلة هي rare، فبسبب هذا الاكتيفيتي مالته والسبكتروم وهي بسبب الانزيمات بسبب الكيميكال ستابيليتي ويستعمل اورالي استعملوه مكان او استعملوه فور تريتمنت اوف جرام نيجاتيف بكتيريا ذات كان بي تريتد او ذات وير تريتد باي انذر انتي بايوتكس سوتش از تتراسايكلين اور كلورامفينيكول، لان هاي التتراسايكلين والكلورامفينيكول هم يسوون انديزايربل رياكشن وعندهم اذا ان شاء الله تدرسوها في الفارماكولوجي او كلينيكال فارماسي عندهم دراج انتراكشنز وعندهم بريكوشنز وعندهم هواي امور وسايد افكتس، فلذلك وايضا هم مو بكتريسايدل فلذلك قاموا يستعملون الامبسلين مكان هاي التتراسايكلين كلورامفينيكول فور تريتمنت اوف جرام نيجاتيف باسيلاي. ايضا يستعمل الامبسين فور تريتمنت also of acute urinary tract infection caused by escherichia coli other strains of bacteria. also ampicillin together with the probenecid يستعمل for treatment of gonorrhea بسبب انه probenecid inhibits the active tubular secretion، فبالتالي راح يزيد الاكتيفيتي مال الامبسين in the treatment of this disease. الاموكسيسيلين
هو ايضا سيمي سينثيتك بنسلين مثل ما تلاحظون الستركتشر مالته هو يشبه تماما الستركتشر مال الامبسلين، فقط وجود هاي الاو اتش جروب. طبعا هاي الاو اتش جروب لها تاثير بالافكت مال الاموكسيسين او بالفارموكاين، خلينا نقول الفارموكاينتيك بروبرتيز مال الاموكسيسين. خلينا نشوف شنو تاثيرها. لاحظوا انه اكو ادفانتجز مال الاموكسيسين اوفر ذا اوفر امبسلين. هاي شنو الادفانتجز؟ هي مور كومبليت جي اي ابزوربشن، يعني عنده الاموكسيسين عنده اكثر ابزوربشن بالجي اي تي، وعنده هاير، هذا الابزوربشن راح يسبب انه هاير بلازما اند يورين ليفلز. Also الاموكسين with little has little or no effect of food on its absorption، يعني الاكل ما يأثر على الامتصاص او البايوافيلابيلتي مال الاموكسين، فلذلك بينما الامبسين يتأثر بوجود الفود بالجي اي تي. يعني الامبسين لما تطي المريض دائما تنصحه انه ياخذه على معدة فارغة، لان وجود الاكل راح يأثر على الامتصاص مالته وراح يأثر على البلد ليفلز مال الامبسين، بينما الاموكسيل يتاثر بصوره اقل جدا من الامبسين. وبسبب الامتصاص الاعلى وبسبب البايوفوبتي الاعلى مال الاموكسيسين وجوده بالجي اي تي راح يكون اقل، فبالتالي ما دام وجوده بالجي اي تي راح يكون اقل فبالتالي راح ياثر اقل على الجي اي تي، فراح يسوي اقل دياريا. هاي دياريا يصحولها انتيبايتيك اسوشيتد دياريا. هاي الانتيبايتيك اسوشيتد دياريا هي بسبب وجود الانتيبايتكس بالجي اي تي وتاثيرها على النورمال فلورا. فبسبب وجود الاموكسي بنسبه اقل راح تكون احتماليه انه يسوي دياريا اقل من الامبسلين. بس هذا الشيء مو دائما مفيد. ليش؟ لان اكو بعض الاحيان عندنا جي اي تي انفكشنز نحتاج انه الانتيبايتيك يكون وجوده اكثر بالجي اي تي على مود يعالج هاي الجي اي تي انفكشن. مثلا منو؟ مثلا الباسيلاري ديزنتري. الباسيلا ديزنتري يستعملوا يفضلون التريتمنت مالته هو الامبسين اكثر من الاموكسيسين، بسبب انه الاموكسين هو عنده جريتر جي اي ابزوربشن. يعني اذا اريد اوضحها اكثر، خلينا نقول مثلا الامبسين الباي افولت مالته هو 50%، يعني 50% تمتص، مثلا 50% تمتص 50% راح تبقى بالجي اي تي وراح تعالج الانفكشن اللي هو باسيلاري ديزنتري، بينما الاموكسيسين مثلا 70%، ف 70% راح تمتص و 30% راح تبقى بالجي اي تي وراح تكون اقل من 50% الامبسين، بالتالي الافكت مالتها راح تكون اقل. فبالتالي بهالحاله راح يكون الامبسين هو المفضل اكثر من الاموكسيسين. وايضا ارجع اقول انه وجود هاي الالفا امينو جروب هي مهم للاسيد ستابيليتي، يعني الكيميكال ستابيليتي والبينتريشن مال الاموكسيسين ثرو ذا سيل وول بارير اوف ذا جرام نيجاتيف بكتيريا. بس هي هنا على السيل وول اوف بكتيريا نوت ذا جي اي ابزوربشن، يعني هاي الامينو جروب هي تسوي بينتريشن مو بالجي اي تي، تسوي بينتريشن للسيل وول اوف بكتيريا. فلذلك يرجى ان لا يتم الخلط بين البنتريشن مال السيلول مال البكتيريا والجي اي تي ابزوربشن. فهي هاي فوائد الاموكسيسين. ايضا بسبب الابزوربشن مالته والبايوفيلتي مالته الاعلى من الامبسلين، لذلك الاموكسيسين يستعمل فور تريتمنت اوف يورين تراكت انفكشن واذر انفكشن اذر سيستميك انفكشن اللي يستعملونها oral administration. يعني لما عندك infection وتريد تطي oral not parenteral penicillin فيفضل الاموكسين على الامبسين بسبب لنفس السبب اللي هو higher bioavailability. بس اكو حالة اخرى الامبسين هو يكون مفضل اللي هي المينجايتس. دائما التكست بوك هي تفضل الامبسين اكثر من الاموكسيسين، وهذا هو ايضا assignment لكم للطلاب طبعا انه ليش الامبسين هو مفضل اكثر من الاموكسيسين for treatment of meningitis. فهسه عندنا two assignments. اولا ليش او شون الانازابل جروب at the alpha positions at the alpha position of the acid side chain
زي البنتريشن مال البنسلينز through the cell wall barrier of the gram negative bacteria and the other assignment is ليش الامبسين مفضل اكثر لعلاج المنينجايتس. بالنسبة لي جدا مهم، اعيدها جدا مهم انه الطالب يعرف بالنسبة للامبسينات وبالنسبة لكل الانتيبايتكس، يعني هو هذا الشابتر مهم انه الطالب يعرف كل انتيبايتك هل يستعمل اورالي اور بنترالي، وليش يستعمل. مثلا اذا عندنا انتيبايتك، ليش هذا الانتيبايتك ما يستعمل اورالي فيما لو انه ما يستعمل، ليش ما يستعمل اورالي فقط بنترالي، بينما انذر انتيبايتك يستعمل اورالي. فهذا شيء جدا مهم. وطبعا البيتراكت ميز ريزيستنس ايضا مهمه، وشو السبب مالتها. الكاربنسلين مثل ما تلاحظون عند كاربوكسيلي جروب at the alpha position of the acid side chain. فهاي الكاربوكسيلي جروب يعني عند two كاربوكسيلي جروبز، هاي two كاربوكسيلي جروب هي سبب انه قام يحضروه ككاربنسلين داي صوديوم صوت. هو سمي سينثيتك بنسلين، ايضا عند ينازل الكاربوكسيلي جروب اللي هسه حكيناها ادت انه يكون هو برود سبيكترم بنسلين. وهاي الكاربوكسيلي جروب هي تشبه يعني تأثيرها أو الرول مالتها يشبه الرول مال الأمين جروب، إنه زيد البنتريشن مال الكاربنسلين through the cell wall of a gram negative bacilli. فهو من هاي الناحية تشبه الأمبسلين والأموكسيسلين. فهو هذا بالنسبة للكاربنسلين. التيكارسلين هو إيزوستير مال الكاربنسلين. مثل ما تلاحظون هو بس هاي الكاربوكسيل، هاي ايضا هو داي صوديوم سولت وسمي سينثيتك. هاي الكاربوكسيل اذا حطيناه هنا مكان الثيانيل جروب والثاني جروب النزيعي اللي جوا راح يصير يشبه تماما الستركتشر مال الكاربنسلين. فقط بالتيكارسلين اكو عندنا ثيانيل جروب، بينما بالكاربنسلين عندنا فينيل جروب. فلذلك الامبروفمنت اللي صارت بالتيكارسلين هو بسبب اللي هو تطبيق الايزوستيريزم بتبديل الفينيل جروب بتبديل الثيانيل جروب مكان الفينيل جروب. فهذا هو يعني الاختلاف بين التيكارسلين والكاربنسلين. ايضا هذني الانتيبايتكس اللي هو التيكارسلين والكاربنسلين هم انستيبل ان اسيد، لذلك ما نقدر نعطيهم اورالي فقط بارنترالي. فهم هذني تو انتيبايتكس هم انستيبل، هم كيميكالي انستيبل وايضا انزيماتيكالي انستيبل. بس خلينا نعرف شنو فائده الايزوستيريزم اللي طبقوه ويا التيكارسلين. لقوا انه هم عندهم سيميلر سبيكترم، يعني التيكارسلين والكاربنسلين عندهم سيميلر سبيكترم اند سيميلر فارماكوكينيتيك بروبرتيز، بس اكو تو ادفانتجز فور تيكارسلين على الكاربنسلين. اول ادفانتج هي بيتر فارماكوكينيتيك بروبرتيز. بيتر فارماكوكينيتيك بروبرتيز اللي هي مثل منو، مثل هاير سيرم ليفلز اند لونجر ديوريشن اوف اكشن، يعني الابزوربشن مالته احسن. فما دام الابزوربشن مالته احسن فهو بايوفيلت مالت اكثر وراح يعطينا longer duration of action. ايضا better greater in vitro potency، يعني عنده potency in vitro هنا مو in vivo، in vitro greater in vitro potency against several species of gram negative bacilli اللي هما مثل pseudomonas وother strains of bacteria. هاي الادفانتجز خلت استعمال التيكارسلين اكثر مفضل من الكاربنسلين بالانفكشن اللي يراد لها هاي دوزز اوف ثيرابي، لان احنا قلنا التيكارسلين راح يعطينا هاير ليفلز هاير سيروم ليفلز اند لونجر ديوريشن اوف اكشن. البيبراسلين هو الاكستندد سبيكترم بنسلين، هو من جماعه الاكستندد سبيكترم عند اسليوريدو جروب اللي هو خلتهم يطلقون عليه اسليوريدو بنسلين. هاي الاسليوريدو جروب، هاي الاسليوريدو جروب اللي خلت له اكستندد سبيكتروم، خلته مور اكتيف من المزلوسيلين. هاي خلت البيبراسلين اد اكتيفيتي اجينست هاي سبيكتروم فروم
strains of gram negative bacteria اللي هو ذاكرهم هنا وايضا superior to carbamazepine against many bacteria also mentioned in this slide ايضا هاي الاكتيفيتي هي not because of resistance to beta-lactamase يعني اذا تلاحظون هو البيبراسين من الشغلات المميزه به انه عنده اكتيفيتي عاليه against سيدومونس ايروجينوزا اذا تذكرون احنا قلنا بالجرام بوزيتيف بكتيريا جرام بوزيتيف بكتيريا هي الستاف اوريوس وخصوصا المرتا هي كانت الصعبه البكتيريا صعبه وبالجرام نيجاتيف هي السيدومونس ايروجينوزا فالبيبراسين عنده هاي اكتيفيتي against سيدومونس ايروجينوزا بس هاي الاكتيفيتي not because resistance to beta lactamase يعني not because of resistance to inactivation by beta lactamases but because higher penetration هاي الاسيد يوريدو جروب خلت البيبراسين عنده higher penetration through the cell envelope of these bacteria فلذلك خلت انه البيبراسين عنده هاي الاكتيفيتي العاليه وهاي البوتنسي العاليه الاسيد يوريدو بنسلين هم unstable under acidic conditions وبالتالي لازم ما يطون ما يعني not administered orally فالبيبراسلين اذا اريد نلخصه هو عده انزيماتيك it is not enzymatically and chemically stable بس بسبب البنتريشن العالي جدا مالته بسبب وجود هاي الاسيد يوريدو جروب at the acid side chain خلت طبعا البنتريشن مو بالجي اي تي ارجع اقول هاي البنتريشن مو بالجي اي تي بنتريشن across the cell wall barrier of the gram negative bacilli فخلت هاي الاسيد يوريدو خلت البنتريشن عاليه والاكتيفيتي والبوتنسي عاليه وبالتالي يستعمل for treatment of wide range of bacteria and it is more favorable for use more than meslocillin and carbamazepine وايضا هو هذا يقع ضمن الاساينمنت مال طلابي انه ليش هاي او شلون هاي الاسيد يوريدو جروب الزايد البنتريشن مال البيبراسيلين through the cell wall barrier of the gram negative citrines فارجع الخص الشغلات المهمه اولا المطلوب من الطلبه انه يعرفون يا انتيبايتيك يا بنسلين هو مو بس يا بنسلين يا انتيبايتيك بصراحه لان احنا بعد راح نجي سيفالسبوينز واذر انتيبايتيكس يا انتيبايتيك يؤخذ اورالي بارنترالي يا هو بس بارنترالي وليش يعني فرضا مثلا البيبراسيلين او في حاله السيفالسبوينز السيفوتاكزيم او السيفوترياكزون هذا ليش ما ينطوه ليش كانت ادمنسترد اورالي وايضا تيكارسيلين والكاربسين كانت ادمنسترد اورالي ليش فقط بارنترالي ايضا هل هم بيتا لاكتاميز ريزيستنس اور نوت يعني سسبتبل فور انكتيفيشن باي بيتا لاكتاميزز ايضا السبب ليش هذا هو مقاوم لتأثير بيتا لاكتاميزز وهذا ما مقاوم لتأثير البيتا لاكتاميزز شكرا لإصغائكم وإن شاء الله تكون هاي المحاضرة كافية على وتغطي موضوع البنسلينات